بص يعني هاخد ايه؟ اه مستر بقى، ما انت مشهور. ها ها بقول ايوه بقى مستر، ما انت مشهور. ربنا يخليك كفر مريت. طيب جيومتري. طيب بص يا سيدي، لو بصينا، بص يا سيدي، اول حاجه بيقول لك if two straight lines intersect then each two opposite vertically opposite angles، اللي هو كده. بص، لو two lines عملوا intersection اهو، فين ال vertical opposite angles اللي هم دول؟ الانجل دي والانجل دي بيبقوا ايكوال بعض، يعني لو دي مثلا 80 تلاقي دي 80. طب عارف يعني ايوه، ما فانا كتبت equal in measure، انا كتبت equal in measure. صح، مظبوط، برافو عليك. اصلا بص يا باشا، كنت عايز اعرفك حاجه، لو دي 80 تلاقي دي 80، طب عايز تجيب اللي جنبها دي بتبقى 100، لان دي ودي 180، وطالما دي 100 بتلاقي دي برضه 100، فاهمني؟ تلاقي كل واحده في وش الثانيه ار ايكوال، فده كده اول حاجه ايكوال ان ميجر. ماشي، انا بقى في امتحان زي ما اتفقنا احل براحتي تحت واكتب ايه هو قال لي ايكوال ان ميجر، ده اول اوبشن، خلاص يبقى ايه ايكوال ان ميجر. طيب تعالى على نمبر 2. نمبر 2 بيقول لك ايه؟ انجل اكس كونجرنت الانجل واي وهما كومبلمنتري. كومبلمنتري يعني مجموعهم كام؟ 90 الله ينور عليك، وهما قد بعض، يبقى 90 ديفايدد 2 45. 45. برافو عليك، ماشي، يبقى عندك اوبشن ايه 45. تطلع كده تحل تحت هنا وتطلع تكتب بره طول حياتك بقى يا محمد كده في الماس، يعني سواء في يعني سواء في امتحان الشهر، في امتحان السفاره، في اي امتحان، طول حياتك كده تعمل فريم، تحط المكان للاجابه وتحل براحتك تحت. طيب تعالى نشوف تمام. المسألة اللي بعديها اللي هي بتاعت الروم دي، عملتها انت ايه؟ انا اخترت متر سكوير لان ميتر الغلط سكوير، صح بتتقاس كده، بالمتر على لان طول. الروم هيقيسها بميتر سكوير. طيب نمبر 4، بص دي جايب لك اسماء اللاينز بس، لا جايب لك ترانجل اي بي سي كونجرنت تو ترانجل اكس واي زد. طيب بيقول لك انجل اكس، نمبر 4، هما ترانجلين كونجرنت لبعض، انا سيبنا مكان للاجابه. اهو كده اي بي سي اكس واي زد بتبقى مترتبه اصلا، يعني الاي قد الاكس، البي قد الواي، السي قد الزد. هو بيقول لك انجل ايه بكام؟ انجل ايه ب 45. ب 45، يعني a x equal 45. برافو عليك، يبقى اكس برضه 45. طيب انجل واي، انجل سي 75، يبقى يعني انجل ال يبقى زد 75. سريع 75، ما هو مترتب اي بي سي اكس واي زد، السي زي الزد، صح ولا لا؟ طيب تمام، اقدر اجيب الانجل الثالثه ولا لا؟ ايوه بتعمل ايه؟ مستر، بس عايز اتاكد من حاجه. بنعمل 180 صح؟ ايوه 180 ماينس ماينس، ماينس ال تعمل دول 45 ماينس ال مقطعه 70 اللي هم بلس بلس، بعدين اعمل لهم ماينس. بس كده. مستر انا لما بعمل كده مامتي بتقول لي لا غلط، لازم تعمل 180 ماينس 45 ماينس 75. ايه لا ده؟ لا مش شرط، لو هتعملهم ماينس هي صح، كلامها صح، بس لو انت هتعملهم ماينس ما تحطش براكت، يعني في ناس بيكتب كده، هتعملهم الاثنين ماينس ما تحطش براكت، هتحط براكت الكالكوليتر بتفهم ان انت عايز تعمل دول بلس وبعد تشيل من 180، فدي بتبقى سهله على طول عشان ما ننساش. تمام، هيطلع لك كام؟ هتطلع لك 60. خلاص يبقى الانجل دي 60، شكرا، يبقى دي 60 زي هو بيسالك على انجل مين؟ بيسالك على انجل واي، خلاص يبقى 60 اللي هو اوبشن نمبر كام؟ ايه؟ يعني هو تمام. بتقول لك صح برضه، ما هو بتقول لك صح، بس لو هتعملهم الاثنين ماينس ما تحطش براكت، ما تحطش براكت. تمام. ماشي، طيب تعالى على اللي بعديها. بص بيقول لك L1 L3 ار في 3 ستريت لاينز، L1 بيربنديكولار في L2، دي المسائل دي لازم ترسمها عشان تفهم ايه اللي بيحصل. L1 يعني لاين كده مثلا اسمه L1 بيربنديكولار تو لاين L2، ادي لاين L2 هتلاقيه عامل كده بيربنديكولار، يعني عاملين زي علامه البلس كده. طيب بيقول لك ايه تاني؟ ولاين L2 ده بيربنديكولار على لاين تاني L3، L2 ده بيربنديكولار على لاين L3، يعني عامل معاه زي البلس كده. اهو بص L2 و L3 عاملين زي البلس، فاهم حاجه؟ فاهم. طب في الاخر يبقى L1 و L3 مالهم؟ بص بيسألك على L1 بقى و L3 يبقوا مالهم؟ طالما واقفين قصاد بعض كده يبقوا ايه؟ اسمهم ايه؟ بارالل. ايه؟ فارل اما البارالل، بص البارالل عاملين كده،
زي قطر السكه الحديد كده، زي قطر السكه الحديد. مثلا دي حاجة خدناها قبل كده. لا هو بصراحه السؤال ده لسه هنالته بيني وبينك يعني، بعد امتحان الشهر، حاجه اسمها الباراليليزم. بس انا قلت اقول لك بالمره اليوم سهل يعني، تمام؟ تمام يعني عايز تعرفها من دلوقتي ماشي، بس هي دي لسه بعد امتحان الشهر هناخدها، ودول اسمهم بيربنديكولار مستر مش بس، هندسة. يعني دي لسه هناخد الكلام ده بعد امتحان الشهر في الباراليليزم. ماشي طيب، يعني بس صور لك دي. سامعني؟ أنا مش سامع أي حاجة. بس يا سيدي طيب، ألو، تعالى نشوف كده. كده اه حضرتك سامعني؟ يعني المساله اللي بعديها بيقول لك ايه؟ ذا نمبر اوف ذا فيجر ان ذا اوبوزيت فيجر، ايه ده؟ تعرف؟ إيه؟ السؤال اللي بعده بيقول لك نمبر اوف ريكتانجلز ان ذا اوبوزيت فيجر، يبقى كام واحد؟ ده سؤال فيك شويه. فري يعني لا مش ألعب أدرس. من 3، السؤال ده دايما بيفتح على الناس كلها. بص ثانية بس، ثانية. بص يا محمد، 6 غالبا. انا اكس، فاكس برافو تاني. عليك، برافو عليك، 6 فعلا. عارف ليه؟ بص الصواب بيتحسب كده، ان ده وده، بص هو عامل قسم لك ثلاثه اهو، ادي 1 2 3 الاول، ادي 3، الاثنين دول مع بعض عاملين ريكتانجل يبقى ادي 4، والاثنين اللي ورا دول مع بعض عاملين كمان ريكتانجل يبقى ده كده 5، صح؟ انا فاهم، اه طب الريكتانجل الكبير خالص يبقى كده بقى يبقى 6، 6. ايوه زي ما انا قلت، برافو انا عليك، قلت 3 في الاول، وبعدين قلت ثانيه لا، ايه ده العبط ده. لا برافو عليك، صح. قلت اول حاجه انا ما عملتش كده، انا حسيتها بطريقه ثانيه. خلي اول حاجه جبتهم، اول حاجه جبت الريكتانجل الكبير، قلت واحد الثلاثه اللي جواه، وبعدين عملت اللي هي كل اثنين مع بعض، الريكتانجل بعد كده كل اثنين مع عملت بعض، يعني الريكتانجل الاثنين دول مع بعض هنا تحت، بالطول يعني كده. صح ايوه زي ما حضرتك قلت. طيب تعال نشوف اللي بعدها، بيقول لك ايه؟ اه الريفلكس، فاكر الريفلكس؟ قلنا احنا عندنا 3 كلمات، لو قال لي كومبلمنت تعمل 90 ماينس، لو قال لك ريفلكس سبلمنت، يبقى سي 60 صح؟ ايوه سبلمنت 180 ماينس، الريفلكس من اسمها ريفلكس 360 ماينس، بس هو جايب هو ليه ريفلكس، ماينس يا مستر؟ لا ما عشان ماينس هنعمل الجيفن انجل اللي هو بتاعي جيفن انجل، مش هو هيديني انجل، هو هيديني انجل ويقول لي هات لي السبلمنت او انا عامل 90 ماينس، هات قصدي هات لي الكومبلمنت اعمل 90 ماينس، هات لي السبلمنت اعمل 90 ماينس، تمام. فهمت؟ ماينس جيفن انجل، جيفن انجل يعني اللي هو هيديني، هو مديني جيفن انجل بكام؟ 100، يبقى انا هعمل 360 ماينس ال 100 وطلعت 260، فاهم يا تمام محمد اقصد ايه؟ فاهم. يعني يعني اكتبهم بالماينس الحين اي حاجه. اه ماينس الانجل اللي اديها لك، يعني مش تقوم قايل لي ذا ريفلكس انجل ايكوال 360، لا انت بتعمل 360 ماينس الانجل اللي هو مديها لك، واداك انجل ب 100، تقوم انت عامل 360 ماينس 100 تقوم طلعت 160، فاهمني؟ محمد معايا ولا مش مش معايا؟ فاهمه. ايوه معاك، بس المايك علق. طيب طيب بيقول لك تو ترانجلز ار كونجرنت، يعني مش تيجي تقول له الريفلكس انجل ايكوال 360، لا بتعمل ماينس الانجل اللي هو اداها لك اللي هي ال 100. طيب تو ترانجلز ار كونجرنت اف ذير ايه بقى؟ نقط اف ايتش اي ان وان ترانجل ايكوال تو ذا كورسبوندنت ان ذا اذر ايتش اي، يعني التو ترانجلز يبقوا كونجرنت ايش سايد؟ ايتش سايد، برافو عليك، بس يبقى عندنا نمبر 1 طلعت ايه يا سيدي؟ 360. قلنا نمبر 1 هتطلع 260 بقى، صح؟ كويشن 2 اهو، نمبر 1 طلعت 260، جت منين؟ عملنا 360 ماينس ال 100 ادتني 260، مع محمد؟ مستر طيب انت فهمت بتاعت الريفلكس دي ولا مش فاهمها؟ فاهمة. يعني هو فهمت مديني انجل ب 100، فعايز يجيب الباقي، فهنعملها ماينس الكورنر دوت. والتو ترانجلز قلنا هيبقى ايتش سايد، ماشي كونجرانت لو ايتش سايد،
طب نمبر 3 ذا بيربنديكولار تو ا لاين سيجمنت فروم اتس ميد بوينت از كولد، هي دي لسه ما خدناهاش بصراحه. طيب اف ذا اريا اوف ريكتانجل از 20 سنتيمتر سكوير والويدث 4 يبقى البريمتر كام؟ خد بالك لو تفتكر ده سؤال من ابتدائي، لو الاريا بتاع الريكتانجل، هي الريكتانجل اصلا انت بتجيب الاريا بتاعته ازاي؟ لينكس ويدث تايمز ويدث صح؟ هو بيقول لك عامل الويدث بتاعك 4، طب ما طلع لينكس يبقى كام؟ عشان تطلع الاجابه 20. ثانية. الفايف سمستر 5 صح، عشان يبقى 4 يبقى 5 بلس 5 بلس 4 ملتبلاي 2 او 1 اوفر 2 يعني اي حاجه، لا تايمز 2، تعمل 5 بلس 4 عايز تجيب البرينتر، تعمل ال 5 بلس 4 بس في براكت وبعدين تايمز 2، يا اما تجمعهم بره الاول 5 بلس 4 9 9 ملتبلاي هتعملها تايمز 2 هيطلع 18 بس. 18 فاهمني يا محمد ولا صعبه؟ انا فاهم. طيب صور لك دي بس كده. انا بغيب كتير يا مستر. ايوه بس لا انت ما شاء الله صح ذكي، صح لا لا ما شاء الله ذكي بجد بامانه، انا قلت لماما كده. لا بجد والله العظيم يا مستر، انا يعني الوقت عندي مضروب خالص. معلش انا عارف عشان عندك تمارين وعندك حاجات، بس انت بسم الله ما شاء الله عليك اصلا ذكي، يعني ربنا يخلصك يعني بجد. الله يخليك يا مستر. والله يا حقيقه مش بجاملك بقى، يعني انت عرب انك جديد كتير بس ما شاء الله ذكي يعني استوعب بسرعه. طيب بص بقى تعالى لا اللي فوضى بعديه. بس ولا ما ذكرت المس. ها لا فوضى انا ما ذكرتش المس غير بثلاث او اربع مرات يعني. بس انا هحاول تقول لي معلش. بقول يا مستر فوضى انا ما ذكرتش يعني، انا ما ذكرتش اي حاجه يعني، مش فا... نسيت اصلا النهارده ان النهارده فيه بتاع. طيب ماشي، طب تعالى نشوف دي كده. نمبر اللي بعديها دي الرقم مش باين يعني، بس ايه هي تقريبا نمبر 5 اللي هي بتاعت، المهم يعني هي جالي كده عامل لي كده خد بالك، وبيقول لك ان الانجل دي كام؟ 6. خد بالك يا محمد يبقى اللي جنبها دي المفروض كام؟ سنة ده يكون 100 اللي جنبها تكون 120 صح؟ صح، لانك هتشيلها من 180، كل دي اصلا 180، لما دي 60 شيلها من 180 اتفضل 120. بس هو حاطط لي فيها ايه؟ حاطط لي فيها 3x. طالما انت حاطط لي فيها 3x يعني كانه بيقول لك ثلاث اشخاص معاهم 120 دينار، يبقى الواحد معاه كام؟ هنقسم ال 120 دينار عليهم هم الثلاثه صح ولا لا؟ يطلع 40. هتكون 40. بس ما هم الثلاث اشخاص 3x، كل واحد فيهم هم كلهم معاهم 120 دينار، خلاص قسم يعمل 120 دينار عليهم هم الثلاثه يطلع كل واحد معاه 40 بس، تقوم طالع فوق كاتب له كده 40، حل تحت وتكتب فوق. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعديها، بيقول لك ايه؟ مدي لك، لا دي ما خدناش لسه، اللي هي الشكل ده اللي هو الباراليزم لسه، ويوز يور جيومتريك انسترومنتس لسه برضو. طيب تعالى نشوف ان ذا فيجر اوبزيت، ذا اوبزيت فيجر جايب لي الترانجل دي، الترانجلين دول كده، بيقول لي ايه؟ اي ترانجلين ترانجل فينهم دول يا انت مستر؟ كونديشنز يعني قول لي السبب ان هم كونجر. بص عامل لك الترانجلين دول كده، يعني ايه الاسباب ان هم كونجر؟ بص تعمل كده ماشي، مستر ده سؤال رقم كام بس انا بدور عليه. نمبر لقيته خلاص خلاص لقيته نمبر باين فور ايه؟ صح؟ ترانجلين سؤال نمبر 4، ترانجلين كده بي ودي ايه ودي سي ماشي، ودي ام قصدي، وهنا ده كده الترانجل الثاني عامل كده، وادي دي هنا صح، وادي سي، بقول لك الانجل دي 6، الانجل دي 80 سوري. طيب وده 5 سنتيمتر ماشي، هم باينين ان هم كونجرانت هم ترانجلين حتى لو مستر كمان حاجه يعني هم ما هو بص جايب لك البي ام ايكوال الام سي، هما يعني هم بيقطعوا بعض ما يسيبت اتش اذر فالباين ان هي دوت تمام. خد بالك كونجرنت انا عايز ثلاث شروط، ما انا عايز ايه السبب ان هو ان هم كونجرنت؟ اول حاجه ان بي ام ايكوال ام سي، ما هو بيقول لك ستيت 3 كونديشن، ده اول كونديشن. طب تاني حاجه
ان هو قال لي دي اي ام هتطلع لهم شرط زي بعضه، ما شرط زي بعض يعني هم اي اه كوست. يبقى في طريقتين، اللي هي 3 سايدات او انجلين وسايد. ايوه هنا بقى هو جايب لك سايدين وانجل. لو انت ملاحظ بص، ما انت عايز تقول 3 شروط. بص اولا ام بي هنا ايكوال ام سي هنا، مين اللي قال لك عليهم شرط اهو؟ بص عليه شرطتين وده عليه شرطتين. ثانيا اي ام هنا قد ام دي هنا، ده الشرط الثاني. طب الكونديشن الثالث ايه بقى؟ الانجل دي ودي شو هم ايكوال بعض دي وايه؟ اهو احنا خدنا لما يعملوا حرف اكس كده بيبقى الانجل دي ودي اسمهم ايه؟ فيرتيكالي اوبوزيت انجلز. فاكر يا محمد؟ أوفك. اهو اهو يبقى الانجل دي قد دي، هيبقى دي قد دي. طب انت عندك بص 2 سايدز وانكلودد انجل، وهنا 2 سايدز وانكلودد انجل، يبقى انا هقول له بقى ايه الشرط الثالث؟ ده اول واحد. هو بيقول لي ستيل 3 كونديشنز، ده اول واحد. ثاني واحد ثالث واحد. بص لما تيجي تقرا الانجل دي يا محمد عارف تقراها ازاي؟ بص مش هي اسمها ام؟ حط ام في النص، الام بي ام متوصله بالبي بي ام وبالاي. اي او سي او اي ام اي بي ايوه اي برافو عليك، اي خلي ام الام، بي خلي الام في او النص. دي ام سي. تمام. طب عايزين نقرا الانجل دي؟ لا هي الام متوصله بايه وببي، فانا كتبت من هنا ايه ومن هنا بي. طب عايز تقرا الانجل دي؟ حط الام في النص، هي متوصله دي بالبي ام وبالبي. سي او سي ام دي. بس يبقى انت كده هو بيقول لك قول لي 3 كونديشنز عشان يخلوهم كونجرنت، اهم 3 كونديشنز اهو. تقوم قايل له بص بقى الكلمه دي therefore هناخدها بعد كده، الكلمه دي عايز تقولها كده، عايز تقولها therefore كده مش غلط. therefore او ممكن تقول then، اي كلمه منهم صح يعني، يا دي يا therefore يا then. then تريانجل بقى، بس خد بالك لما تيجي بقى تكتب اسماء التريانجلز، التريانجل الاولاني اكتبه براحتك، هو اصلا كاتب اسمائه ماشي. الترانجل الاولاني اه هو كاتب لك اسمهم اصلا، ده الترانجل اي بي ام، ترانجل اي بي ام حسب هو كاتبهم عندك بقى كونجرنت للترانجل الثاني اللي اسمه دي سي ال. ماشي محمد؟ طب تفكر في السؤال اللي جاي بس دقيقه واجيب. هو مدي لك أول الترانجل طريقة الثاني. تكون اللي هي SSS أو سايد 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 سايد. طب سريع، هو مديني ايه؟ اهو ايه بي سي، ودي قسموا لي من هنا بدي. ماشي بص خد بالك مديني ده 5 سنتيمتر. ماشي انا عايز اطلع 3 حاجات. اولا لو حطيت لي ده ايكوال ده يبقى ده اول، واقول لك قول لي 3 كونديشنز، قول له three الكونديشن sides. أول حاجة three sides. قول له الكونديشنز. لا هتقول له كونديشنز واحد واحد. اول واحد هتقول له اي بي ايكوال اي سي كده، ده اول واحد. تاني واحد انت عندك الانجل دي ايكوال دي ايكوال 90. تعرف تقرا لي اسم الانجل دي؟ ال دي سي دي بي سي دي بي. لا بص حط الدي في النص، الدي متوصله بالبي متوصله بالاي، اكتب الاي من هنا تمام. بس. اي دي بي او طيب بي دي او بي دي ايه مش فارقه، المهم الدي في النص. طب الانجل الثانيه اسمها ايه؟ اي دي سي. الله ينور عليك، ايكوال 90 ديجريز، يعني اقول له ايكوال 90 ديجريز عشان هما الاثنين كل واحد يكون 90. ده الكونديشن الثاني. فاضل لي الكونديشن الثالث. بص يا محمد بقى، ده اي دي كومان سايد. يعني ايه كومان سايد؟ يعني بيجي في الناحيتين. الله ينور عليك، يعني تبع الترانجل ده وفي نفس ده تبع ده، يعني قد نفسه من الاخر، ايكوال نفسه. خلاص هما دول الثري كونديشنز، اقوم كاتب له تحتها then then triangle، ويفضل تكتبه بنفس الاسماء اللي هو جايبها لك. هو جايب لك الترانجلين، واحد اسمه اي بي دي بص كونجرانت، كل مساله كونجرانت تحلها كده ترانجل اي سي دي بنفس الايه؟ بنفس الترتيب اللي هو جايبه في المساله، هو كاتب كده ترانجل اي بي دي لانه بيبقى مرتبها مظبوطه، اي بي دي قد ترانجل اي سي دي. طيب جايب لك بقى، بيقول لك فايند ذا لينث اوف بي سي، هتقول له then ايكوال تاني يا مستر. بس بي سي كله 10. برافو عليك، كده ده يبقى 5، يبقى بي سي كله 10. بس ممكن تقول له زين وممكن تقول له ذير فور. ذير فور بيبقوا 3 نقط فوق بعض كده، تمام؟ ذير فور تمام. الناس 3 نقط فوق بعض. طب تعالى شوف المساله اللي بعدها دي، مشهوره جدا بقى، عملتها دي ولا ما عملتهاش؟ عملتها برضو. دي سهله جدا، بيجيب لي دول اسمهم اكوميوليتد انجلز ات بوينت. بص ادي بوينت اهي، هم الانجلز اتجمعوا حواليها اهو،
اهو دي 100 اسهل مساله في العالم، ودي 50، وطبعا دي 90 هو مش هيقول لي، خد بالك دي مش هيرن 90 اللي عليه، هي مش سكوير هيقول لي دي 90، صح؟ انا لازم اعرف ايوه كده. طيب ايوه الانسر في الاخر هتكون 120، هنعملهم بلس ونعملهم 360 ايوه بص ماينس خطوه واحده 360 كده، وبص هتبقى خطوه واحده 120. 360 ماينس، افتح براكت ورسهم بلس جوه 90 بلس 50 بلس 100، بس هيطلعوا دول كام يا سيدي؟ 204 هتطلع 120 بس يا عم، يبقى الانجل اللي هو عاوزها دي 120، برافو عليك. طيب دول بيسموهم ايه يا محمد عشان تيجي تبتدي في كومبليت ساعات؟ يقول لك the sum of measures accumulative angles at a point equal كام؟ 360 بس. طيب تعال نشوف الاكزام اللي بعده كده. صور بس دي. شوف الاكزام اللي بعده كده يا محمد، اللي هو اكزام 3 ولا 4 سنة، لا 3 لا سوري يا مستر، انت مصور لي مش عارف، انت مصوره مش بالترتيب. فانا ايه ماشي. طيب اكزام 3 ماشي. اول سؤال بيقول لك ايه؟ ها ذا في ادجست adjacent جاك angle. خلاص انا صورت لك دي يا محمد، مسكها بص على الجروب كده شوف انا صورتها، صورت لك السبوره دي، يا مستر. بص على الجروب كده شوفني صورت لك السبوره دي ولا لا. صورتها لسه صورتها قوي. صورتها ماشي ماشي. طيب الو ايه الصوت ده؟ مش سامع اي حاجه يا مستر. مش سامعني خالص؟ انا سامعك بس على خفيف. لا طب عايز تطلع وتدخل تاني كده سامعني ولا لا؟ كده سامعني؟ انا سامعك بس على خفيف خالص يا مستر. طب تطلع وتدخل تاني خلاص كده سمعتك يا مستر. خلاص بص. كده سامعني؟ طيب ها اكزام 3 اول حاجه بيقول لك ايه؟ ذا تو ادجيسنت انجلز. بص تو ادجيسنت انجلز يعني تو انجلز جنب بعض. ثانيه واحده، اللي فات ده كان كايرو جفرنيت 2 ده بقى 3، ده 3 ماشي. اول سؤال بيقول لك ايه؟ ذا تو ادجيسنت انجلز formed by the intersection of two of a straight line and a ray. بص يا عايز اقول لك ايه؟ ده straight line وده ray. الانجل دي والانجل دي بيسموهم adjacent، adjacent يعني جيران يعني. ليه؟ في بينهم حيطه مشتركه هي او common silo. معايا يا محمد ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. طب صوت العالم. التو انجلز دول مالهم بقى؟ يعني اقول لهم السبلمنتري مالهم يعني والكومبلمنتري مجموعهم ولا كام ايه؟ بقى؟ هو بيقول لك سبلمنتري سبلمنتري، برافو عليك. بس لان مجموعهم بس. طيب تعالى نشوف اللي بعدها. The sum of measures of the accumulative angles، شوف مش لسه كنا بنقولها؟ accumulative angles at a point، اللي هي كانت هنا دي اللي كانوا متجمعين حوالين point، مجموعهم كام؟ ناقص 360. 360 بس كده بقى، يبقى نمبر 2 360. طب اللي بعدها If angle X equal 140, then measure of the reflex angle of X equal 100. ايه 220 يا مستر؟ 120، برافو عليك. هتعمل 360 انت بقى تحلله تحتك كده ماينس 140 تطلع 220، تطلع فوق تكتب له الانسر هنا على الايه؟ على الخط. طب تعالى على نمبر 4. If two straight lines are perpendicular to the third، لسه ما خدناهاش. طيب اللي بعدها نمبر 5. If triangle ABC congruent to triangle XYZ angle A plus angle B equal 100 then angle Z equal بجد على عرفتك. بس 80 يا مستر. 80 اكسلنت اكسلنت، برافو عليك يا محمد ما شاء الله عليك، لان هم عاملين كده اصلا.
ادي اي بي سي. لما اي وبي 100 يعني قول دي 50 ودي 50، طب ما دي هتبقى 80، وهما الثلاثه اصلا قد دول، ادي اكس واي زد، دي 50 هتلاقي دي 50، دي 50 هتلاقي دي 50، دي 80 هتلاقي دي 80. هو بيسالك على زد يبقى زد 80. برافو. طب تعالى نشوف اللي بعدها. انجل اكس كونجرنت الانجل واي، وانجل اكس اند واي ار كومبلمنتري، جت كتير دي. يبقى الانجل اكس بتاعه 90. لا كومبلمنتري مجموعه من 90، هما الاثنين 45 قسمها على اثنين بقى 45. ده كويشن 2 نمبر 1. انا مستر قرات اللي هي بتاعت سبلمنتري قبل كومبلمنتري. كومبلمنتري 90، سبلمنتري 108. طيب شوف الصفحه اللي بعدها بس عشان انت مصور مش بالترتيب عشان مش باينه معايا. اسمها او بداية القصة بيقول if the ratio between the measures. ايوه ماشي. طيب if the ratio between the measures of a of two supplementary 5 to 13. الريشيو دي بقى بص يا محمد، دي كنا بناخدها احنا زمان. هما التو انجلز انا مش عارف اسمهم ايه، هنقول واحده اسمها ايه والثانيه اسمها بي. بس انا صور السبوره دي ونعملها. مستر هو انت امتى بتلحق تصور يا مستر؟ بصور بالكاميرا بتاعت الواتساب اللي تحت. مش في كاميرا ايوه ايوه بس امتى بتلحق؟ ده انت ده هو اول لما بتقول الكلمه بلاقيك بعتت. ما انا بقوم جاي ضغط على البتاع اللي تحت الدبوزي واقوم اصور. فاهم؟ اتعودت يعني بقى انت محمد. محددها على طول بس بتصور بس. بقالي في الاونلاين ده 5 سنين يعني. انا في من قبل موضوع لا كورونا دي يعني. من قبل موضوع كورونا دي القصه دي بص. طيب بص يا سيدي، تعالى بقى دلوقتي بيقول لك ايه، ان انت عندك دلوقتي بيقول لك الميجر الريشيو بينهم كام؟ 5 to 13. اوكي هنسميهم مثلا انجل ايه، يعني كانت رقم كام المساله دي؟ كانت رقم كام يا محمد؟ رقم 2. طيب اوكي ماشي. طيب بص يا سيدي، هو بيقول لك دلوقتي هنقول انجل ايه وانجل بي. ركز بقى، الريشيو دي حتى مثلا ثابته، الريشيو 5 to 13. طيب لو انا جيت اجيب الصم بتاعهم هيبقى كده 18. هو هل معقول يعني الانجل دي 5 ديجري ودي 13 ديجري ومجموعهم 18 ديجري؟ لا، هو الحقيقي ان هم سبلمنتري، يبقى الحقيقي 180 صح ولا لا؟ طيب عايز اجيب دي، هي باينه على فكره، انت كانك عملت دي. طيب ايوه انا هي باينه على فكره، يعني اللي هو 30 مثلا 130 ودي 50. برافو عليك، انا حاطط لها زيرو. ما انت جايب لك بقى رقم غريب شويه، اعمل كروس يا سيدي، اعمل كروس. عارف كروس ازاي؟ هتجيب دي ومعامل حاطط ال 80 تحت اللي هي شبكه مع الفاضي دي، شبكه على المربع الفاضي، واعمل 13 تايمز 184 بس هتحسبها تقوم طالع لك 130 بس يعني. خلاص ودي 50. هو بيسالك بقى يقول لك ايه بقى؟ then the measure of a smaller angle. smaller angle اللي هي دي يبقى 50. 50 يا مستر. صح برافو عليك ماشي. straight line cuts دي ما خدناهاش. هات بتاعت نمبر 4. triangle اكس واي زد از ايه؟ congruent to triangle اي بي سي. then ها مين اللي هيبقى صح بقى؟ then بي سي طبعا بي سي ايكوال اكس زد غلط. لانه بيقول لي اكس واي زد كونجرنت الاي بي سي مترتبه، فلما انت تقول لي بي سي يبقى ايكوال واي زد مش اكس زد. طب اللي بعدها يبقى واي اكس زد واي ايكوال سي بي. واي اكس المفروض يبقى بي ايه؟ طب اللي بعدها زد واي مستر زد واي ايكوال سي بي. صح دي صح، هي دي زد واي يبقى سي بي مترتب، زد واي ايكوال سي بي اهو، يبقى دي نمبر 3 هتطلع كده. طيب تعالى على نمبر 4 بقى، ولا نمبر 3؟ 5 نمبر 4 ماشي. طيب نمبر 5 اكس واي كونجرنت الاي بي، اكس واي ب 5 سنتيمتر. بص دي بيقول لي اكس واي كونجرنت الاي بي يعني قد بالظبط، بس خد بالك يا محمد حط كونجرنت ما تحطش شرط على بي دي. طيب بيقول لك اكس واي ب 5، طب ما هو اي بيبقى ب 5 برضه ولا ايه؟ صح كده؟ طيب بيقول لك هات لي اكس واي بلس 3 اي بي،
بص يا محمد، 3 دي في الماث يعني 3 اي بي ثانية واحدة يا مستر، اعرف ان ال 3 دي لازقه 20 يا مستر. صح، ده يبقى 5. برافو عليك. وده 3 اي بي يعني 3 تايمز 5. الكالكوليتر بتحسب التايمز الاول 15 بلس ال 5 تديك 20. شكرا، الله ينور عليك يا محمد، ما شاء الله عليك 20. الله يخليك يا مستر. بس تعالى بقى بعد كده الترينجل دون. لا ده الفرق اللي لسه ما خدناهاش. طيب ان ذا اوبزيت فيجر دي سهله، 360 ماينس كل دول ما فيهاش حاجه، صح ولا لا؟ انا قلت لك كل نفس الحاجة، نمبر 4 ايه. طب ما نشوف فيهاش أي 4 بي حاجة. بقى، 4 ايه دي خليها في الهوم. طب نشوف 4 بي، 4 بي بقى يقول لي ايه الكونديشنز بتاعتك. عندنا common line صح؟ كومان سايت، اسمه كومان سايت، زد واي كومان سايت، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه اكس واي ايكوال مين؟ ال x y equal ال y l تمام، أو ال ال واي يعني. فاضل لك واحد. هو طالب مني تو لا ما هو لازم ثلاثة. تو ماتش. هو الانجل طالب مني، فاضل لك كمان طالب مني اتنين. كمان واحد بس، انجل اكس ايكوال انجل ال، ده ثالث واحد او ايكوال 90. أيوة شوفوا أيوة أيوة أنا عارف أنا عارف، بس هو بيقول لي mention two cases of concurrency of the triangle. لا ده سؤال تاني، ده نمبر بي، ده سؤال تاني. انت عارف السؤال بتاع منشن تو كيسز تمام. ده؟ طب نكمل بس ده. فايند ذا لينث اوف زد ال، زد ال هيبقى طوله كام؟ زد ال هيكون طوله 5 سنتيمتر. بس كده. طيب تعالى بقى بعد كده، منشن تو كيسز اوف كونجرونسي، اوف كونجرونسي اوف تو ترانجلز. ايه هما التو كيسز؟ الكومن سايد والانجل. 3 سايدز ار ايكوال، خلاص كده ممكن تقول 3 سايدز. الكيس الثانيه دول سايدز اند انكلود انجل، تو سايد سايد اون انجل. اند انكلود انجل، وممكن تقول له تو انجلز اند سايد بتوين ذيم، دول فاهمني؟ اللي هي ال واي والخط اللي في النص ده. ادي انت قلت ثلاث حالات، هو مش حالتين. ماشي تمام. بس اللي بعديها دي برضه يا محمد، قول لي الكيسز كده بتاع الكونجرونسي. هقول لك طيب الاي ام ان ال البي ام ايكوال دي ام صح، البي ام ايكوال سي ام، خد بالك سي ام عشان عليهم شرطتين زي بعض، ما انا عارف والاي ام ايكوال الام دي او دي بي ام اي حاجه. وايه تاني؟ فاضل لك شرط كمان، الفيرتيكال اوف ان ام. عندنا 1 انجل و 2 سايدز. لا في لسه انجل ايه؟ اي ام بي ايكوال انجل دي ام سي صح؟ وتكتب جنبها، بص يا محمد تكتب جنبها كلمه في او اي في الاخر كده، يعني انجل اي في كله ميجر انجل اي ام بي ايكوال ميجر انجل دي ام سي. بص وتكتب له جنبها كلمه ايه؟ دي ام سي، وتكتب له جنبها كلمه في او اي، اختصار فيرتيكالي اوبوزيت انجلز، خدوا اول حرف من كل تمام. كلمه بس، خلاص تقول له في الاخر ذير فور الترانجل ده كله. ممكن قبل الثلاث شروط اللي انت قلت لهم دول تقول قبلهم كلمه سينس، سينس بيعملوها ثلاث نقط تحت بعض كده، سينس تمام. كذا 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 الثلاثه، وبعد ذير فور ترانجل ده كونجرانت بس يا عم. خلاص كده ذير فور ترانجل اي ام بي كونجرانت زي ما هو كتبه بالظبط، كونجرانت الترانجل ما تقلبش باسمائهم، بنفس الاسم نفس الترتيب تمام. بس يا بطل. خلاص هتاخد لي انت بقى في الهوم ورك بقى امتحان ايه اللي عليه الدور، اكزام 4 تمام. ايضا فور كله صح؟ كده. يبقى احنا حلينا امتحانين اهو، ماشي تمام. احنا كده حلينا امتحانين في الحصه اهو. اسمع انا حلينا الكويز ده بقى، تراجعوا معايا بقى، تراجعوا معايا الانسرز بتاعتي. طيب هشوف بس نمبر 1 الاول، نمبر 1 سهله اللي هو ايه زي ما اتفقنا اهو. هو جايب لي ايه؟ جايب لي الانجل مديها لي بالديجري ميجر، الديجري ميجر سيتا ديجري ايكوال 120 ديجري، يبقى انا لازم احولها لايه؟ لراديان ميجر. احولها لراديان ميجر ازاي؟ اهو يبقى انا هقول له سيتا ديجري، تكتب وادي سيتا رات اهو، السيتا رات هتكتب تحتها باي، وده هتكتب تحتها 180 ديجري. تعالى بقى دلوقتي دي 120 هنا، هتعمل بقى ايه؟ اهو 120 تايمز باي اوفر 180،
هتعملها سيب الباي، ما تعملهاش دلوقتي، سيبها دلوقتي عشان احنا هنستخدمها في الحل فيما بعد. فانا ممكن اعمل ايه؟ اهو دي لو حسبتها تطلع 2 اوفر 3 بار، 2 اوفر 3 بار. كويس خلاص، يبقى احنا كده جبنا الراديان ميجر. الراديان ميجر اشمعنى الراديان ميجر؟ عشان هو اصلا ال ال والار والكلام ده مرتبط بالراديان ميجر. يبقى سي تراد ايكوال ال اوفر ار اهو. طيب انت سي تراد انا جايبه 2 اوفر 3 باي، على فكره ممكن تخلي الباي مع اللي فوق عشان ما تضايقكش يعني انها على السطر كده، خليها مع اللي فوق. ال ال موجود اه ب 20، الار مش موجود، نعمل كروس اهو. يبقى الار ايكوال 3 تايمز 20 اوفر 2 باي، والباي طبعا لها ضرر على الكالكوليتر، قول مثلا طلع 3.5 مثلا، ده الريديوس. طالما انا جبت الريديوس انت عايز الاريا بتاع السيركل باي ار باور 2، خلاص هتعمل باي او سيبها. على فكره كنت ممكن تسيبه بالباي زي ما هو كده، تسيبه زي ما هو كده يعني، كان هيطلع لك 30 اوفر باي، سيبه عادي بالباي جدا طالما لسه هتستخدمه في ستيب بعدها، سيبه عشان ما يطلعلكش نسبه ايرور بس. اصل انت كل ما تعمل ما تطلع انسر من دي وتعمل ابروكسيميشن بتقلل انت شويه في الايه؟ في الديسيمالز، فبيطلع نسبه ايرور بسيطه في الاخر. فانت سيب الانسرز كلها فراكشن كده، مش هتفرق معايا ليه؟ لان انا هاجي بقى في اخر ستيب هي اللي هبقى اعمل ايه يا جماعه؟ اهو 30 اوفر باي باور 2، واقوم حاسبها بقى تطلع زي ما تطلع، مثلا تطلع مش عارف 20 تطلع 40، تطلع زي ما تطلع 40.6 مثلا او سنتيمتر. سهل يا جماعه، او في حد مش فاهمها اقولها تاني؟ طب اللي مش فاهمها ارفع ايده كده ولا تمام؟ طيب الحمد لله تمام. طب هاجي ابص بعد كده اشوف اللي بعدها. اللي بعدها دي سهله، اللي هو بوزيتيف ميجر وريديان ميجر اهو، اللي هو قصدي بوزيتيف اه بوزيتيف ميجر وديجري ونيجاتيف ميجر. كان بيديني ماشي مستر معلش، الاريا طلعت معانا قد ايه؟ الاريا باي ار بار 2، الاريا بتاع السيركل عادي. ما انا جبت الراديوس فعوضت دي في الاريا، قول الاريا بس. لا ما انا فاهم، هي الناتج طلع ولا احنا ما جبناش الناتج؟ لا انا الفت الناتج كده يعني عشان ما نضيعش في وقت، يعني بقول لك الناتج يطلع ده يطلع بقى. لا يعني مش طالع كده فورتي يعني، انا بقول يعني مفتكس يعني زي ما بيقولوا. طلع معايا رقم طويل كبير. لا 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 ده انا قلت اي رقم كده يعني خلاص يعني، بس انا خلاص بقى الناتج هيطلع بالكالكوليتر مفيش مشكله، انا يهمني بس الستبس يعني. هنا 7 باي اوفر 12، دي الباي يا جماعه اعتبرها ب 180 يعني، فاهم؟ 7 تايمز 180 اوفر 12 خلاص، هتحسبها تطلع لك 105. طبعا ده بوست ميجر، انت عايز النيجاتيف ميجر خلاص شيله منه 360. معنى انا عايز تجيب نيجاتيف افضل اعمل ماينس 360 لحد ما يظهر لك نيجاتيف تبقى خلصت. هتطلع لك كام؟ 255 بالنيجاتيف، خلاص خلصت. طالما وصلت النيجاتيف ميجر خلصت. طب تعالى اللي بعديها، يعني ما تقعدش بقى تعمل لها سيتا ديجري وسيتا راد مش محتاجه يعني. طيب نيجاتيف 790 افضل زود عليها 360 ماشي، واللي يطلع زود له 360 واللي كده يعني لحد ما توصل. هي بصراحه هتديك كام؟ هتزود عليها 360 مرتين، يعني دي هتطلع لك 430، هتزود عليها 360 هتدي لك نيجاتيف 70، هتزود تاني 360 هتطلع لك 200 كام تقريبا يعني كام؟ 190. بس اول ما وصلت البوست بريشر خلاص، يعني هي نيجاتيف تفضل تعمل بلس 360 لحد ما توصل لبوست. مستر كان عندي سؤال في اللي قبليها اللي هي الباي 7 باي، اصل هي فعلا دلوقتي المفروض. لا انا ما عنديش مشكله. المفروض انا الباي دي قاعد اعمل سيتا ديجري وسيتا را، هتكتشف في الاخر ان الباي دي لو انت كنت عملت تايمز 180 ده بيطلع الانسر على طول، فاهم؟ فعود نفسك لما يجي لك باي كده اعملها تايمز 180 على طول. اصل انا بتاع الكالكوليتر طلعت رقم تاني. لا اصل مش دي الباي اللي هي بتاع 3.14، لا مش دي الباي بتاع 3.14. ده هي الفكره فيها ايه؟ المفروض الحل القانوني يعني قانوني نكتب هنا بقى 180 ديجريز وهنا دي ايه باي، واحط هنا 7 باي اوفر 12 ده قانونيا بقى، واعمل كروس عشان اجيب اللي هنا، يبقى 7 باي اوفر 12 تايمز 180 اوفر باي عشان تجيب بقى الثيتا ديجري، فالباي بتتكنسل مع الباي فبتطلع 7 اوفر 12 تايمز 180. طب ما هي طب ما كان من الاول نشيل باي نحط 180 بقى،
تقوم طالعه 105. فقال لك انجازا يعني للوقت بيعتبروا ان الباي هنا في 180 في الحاله دي مع الانجلز ويطلعها على طول. فهمني يا محمد؟ يعني مش لازم يعملوا اه بس عشان ده الكلام ده ينفعنا في ثانويه عامه يا جماعه. ثانويه عامه بيجيب لي انجلز دي كتير في الالجبرا وفي الكالكولاس، فانا مش هقعد كل انجل اعمل لها الحوار ده. فالناس اخترعوا لها اختراع على طول، قال لك خلاص يا عم اعتبر الباي ب180 ومشي حالك. تمام؟ اي ما بتطلع في الاخر فعلا كانك عملت 7 اوفر 20 تايمز 180. انت فهمت الفكره ايه؟ لكن الحل القانوني المفروض اعمل كده. طيب تعالى بقى دلوقتي الثالث واحده بقى. بص بقى ثالث واحده زي ما قلت لكم يفضل ان انا ارسم الترانجل. يفضل اني ارسم الترانجل، يعني انا هعمل دي بس صور دول عشان ثالث واحده دي هتاخد صفحه كامله. هي ثالث واحده بيقول لي ايه؟ هو في ناس بيعملها ايه؟ شيفت ساين اللي هو جماله دي تطلع الانجل، بس ده مش الحل المظبوط يعني، او مش ده الحل اللي بيبقى مطلوب. لان الانجل بيطلع فيها ايه؟ فيها ديسيمالز وانت بتعملها ابروكسيميشن فبقاش مظبوط. انا الفكره ان انا بص يا جماعه انا عايز اجيب الاول السكس تريجونومتريك ريشيوز قدامي، يعني عايز اجيب ساين سيت، عايز اجيب كوزين سيت، عايز اجيب تان سيت. هي طريقه الحل بتبقى كده. بعد ما نجيبهم طبعا الساين اصلا او اوفر اتش، الكوزين اي اوفر اتش، التان او اوفر اي. بص بقى مقلوباتهم ايه؟ ادي ساين كوزين تان، الساين مقلوبه كوسيك. يعني انت لو جيت بص الساين ما فيهاش كو تلاقي مقلوبه فيه كو كوسيك، لان كوسيك دي اصلا يا جماعه كان فيها او هنا بس اختصروها قال لك سي اس سي وخلاص. طيب الكوزين مقلوبه سيك، لازم اعرف المواضيع دي يا جماعه. التان مقلوبه كوتان، يعني تحس اللي فيه كو مقلوب وما فيهوش كو. طيب انا اهو راسم الترانجل بتاعي اهو، هو قال لي ساين ثيتا ب 12 اوفر كام؟ اوفر 13. تمام يا باشا. طب ما هو معروف كده يبقى الاوبوزيت ب 12 لو انا سميت الانجل دي ثيتا. الاوبوزيت هو ده يبقى 12، الهايبوتنس طبعا ده الاوبوزيت، ده الهايبوتنس، الهايبوتنس 13. طب عايز تجيب انت الادجيسنت هتعمل ايه؟ هي سهله 12 في 5 13، او تعمل 13 باور 2 ماينس 12 باور 2 هيطلع لك 5، يبقى ده 5. بس طالما انا جبت ده خلاص كده بقت سهله بقى. ولا نعمل ابروك، في ناس بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل شيفت ساين لل 12 اوفر 13 ويطلع انجل سي، بس بيطلع فيها ايه ديسيمالز وحاجات زي كده. فهو يفضل انت ترسم الترانجل، هو اصلا بيبقى عايزها في الستبس ان الترانجل مرسوم، فما فيش مشكله نرسم له الترانجل. طيب تعالى بقى دلوقتي انا اقدر اطلع كل حاجه دلوقتي ان شاء الله، يعني كوزين بكام؟ ادجيسنت على هايبوتس يبقى 5 على 10، التان بكام؟ او على ايه؟ يعني 12 على 5. طب دول مقلوباتهم، مقلوباتهم يعني ايه؟ ده 12 على 13 يبقى دي 13 على 12، ده 5 على 13 يبقى ده 13 على 5، ده 12 على 5 يبقى ده 5 على 12. فاضل لي بقى الساينز يا جماعه، الساينز اجيبها ازاي؟ من استك رول زي ما قلت لك. استك رول دي بيقول لك ايه؟ بص بيقول لك ده الزيرو وهنا ال 90، ال 90 يا جماعه خدوا بالكم، وهنا 180، هنا 270، هنا 360. بص بقى ال 180 اصلا اسمها باي زي ما احنا عرفنا حتى من المساله اللي فاتت. فال 90 منها نصها بتبقى باي اوفر 2، يبقى الباي اوفر 2 دي لما تشوفها هي ال 90. طيب ال 270 قد ال 90 ثلاث مرات فبتبقى 3 باي اوفر 2. طب ال 360 قد ال 180 مرتين فبتبقى ايه يا جماعه؟ 2 باي. بس عشان هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي الثيتا موجوده فين؟ موجوده في باي اوفر 2 اند باي. يعني انت عايز تقول لي ده الفيرست كوانت، ده السكند، ده الثيرد، ده الفورث. يعني انت عايز تقول لي من اخر الانجل بتاعتي موجوده في السكند كوانت. طيب الرول بتقول لي ايه يا جماعه؟ استك رول بتقول لي ايه؟ بتقول لي ايه؟ ايه يعني قول؟ يعني في الكوادرنت الاولاني لو الانجل بتاعتك في الكوادرنت الاولاني كل الريشيوز دول يفضلوا بوزيتيف زي ما هم كده. قول كلهم. طيب لو الانجل بتاعتك اس يعني ايه؟ ما اس كرول بتقول كده ايه اس تي سي. لو الانجل بتاعتك في الكوادرنت الثاني اعرف ان الساين بس هي اللي هتبقى بوزيتيف. يعني ده بوزيتيف هي والمقلوب بتاعها. الباقي كله نيجاتيف. يعني المفروض ايه يا جماعه؟ حط ده نيجاتيف من عندنا، حط ده نيجاتيف، حط ده نيجاتيف، حط ده نيجاتيف.
لان هو قال لي الانجل موجوده هنا في الكوادرانت الثاني. طب لو انت في الكوادرانت الثالث تلاقي التان هي وزميلتها الكتان هم اللي بوزيتيف والناس الباقيه دي كلهم نيجاتيف. لو انت في الكوادرانت الرابع تلاقي الكوزين يعني تي دي اختصار تان سي دي اختصار كوزين، تلاقي الكوزين هي وزميلتها هم اللي بوزيتيف وبقيه الناس يعني ده وده 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 نيجاتيف، تقوم انت هتطلب نيجاتيف من عندك. فهمنا يا جماعه الفكره ايه في اس كرول؟ فهمتها يا محمد ولا ايه؟ عارفها اصلا. بس خلاص بقى طالما انت ظبطت وطلعت السته دول المساله بقت هتيس اوف كيك. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي هبتدي اعوض في الوجهي. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي كوسيك سين ساين سيتا، طبعا في علامه تايمز ما بينهم هنا اكيد يعني ماينس تان سيتا وتان سيتا في بينهم تايمز ماشي بلس كوزاين سكوير سيتا ماشي يا سيدي. كوزاين سكوير سيتا دي يا جماعه عارفين يعني ايه؟ يعني كوزاين سيتا بس خليها باور 2 ادي كوزاين سكوير سيتا. ابتدي عوض بقى انت عندك الموانا عوض هتطلع كالكولتر مره واحده وخلاص عوض بس وخلاص طلع الاجابه. اه بص عوض بقى كوسيك سيتا فين؟ اهي ما انت جبتهم فوق بقى، ما انا بقول لك انت هتتعب في دول بس انك تجيبهم وتظبط الساينز بتاعتهم من است كله. خلاص خلصت المساله كده خلصانه لان انت جاست ان انت هتعوض بس الكوسيك سيتا اهي. لو اللينك فصل يا جماعه خش على نفس اللينك يا جماعه. الساين سيتا اهي مايت التان سيتا اهي ومالكش دعوه، ما تقعدش تقول لي نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف والحوارات دي، هي الكالكوليتور هتظبط كل حاجه انت اكتب لها بس ومالكش دعوه. الكوتان سيتا وفي ناس كمان عايز الكالكوليتور كمان تظبط معاك الانسرز قوي، خلي تعويضاتك في براكتس وراح دماغك وهي هتتصرف مع كل حاجه اهو. تان سيتا ولا تايمز ولا مش تايمز، بص كده بس تعويضاتك خليها كلها في براكتس وسيب بقى ايه الباقي على ربنا وعلى الكالكوليتور. بس كوتان سيتا اهي نيجاتيف 5 على 12 بلس كوزين سكوير سيتا يعني كوزين سيتا وتعمل لها باور 2 كوزين سيتا اهي واعمل لها باور بس. كل ده لو ضربت على الكالكوليتر هيطلع لك الانسر اللي هو جايبها لك اللي هو بيقول لك ايه مش عارف 25 اوفر 160. يبقى انت كده عملت له بروف انك اثبتت له ان ده بيساوي ده بس كل بروف وخلصت. سهله يا جماعه ولا صعبه؟ انا طيب هستاذنكم بس عشان الميتنج ده هيفصل ممكن يعني نطلع بس اول حاجه قبل ما نطلع لو حد معاه 2022 يصور لنا الليسون بس اللي عليه الدور اللي هو عشان انا الكتاب اللي معايا قديم بس صور لي الليسون اللي عليه الدور اللي هو ريليتد انجلز. هو ريليتد انجلز ما اعرفش عندكم انتوا اكسرسايز 11 بقى ولا ايه في الكتاب الجديد؟ يعني اللي معاه كتاب 2022 مستر اكسرسايز ولا الاكسرسايز مين اللي معاه كتاب 2022 فيكم؟ انا معايا هشام شيل واحد اللي صور لا انا طيب ماشي يا هشام صور لنا ريليتد انجلز وادخلوا تاني يا جماعه عشان هو اللينك عشان بس انا الكتاب اللي معاه قديم ابقى شغال معاكم على الكتاب الجديد بتاعنا. طيب الاكسرسايز يا هشام مش المين بوك الاكسرسايز بتاعك ما اعرفش هو انا عندي كتاب قديم اكسرسايز 11 مش عارف عندك انت ممكن تطلع اكسرسايز كام بقى تمام طيب وخشوا تاني يا جماعه على اللينك على ما عشان نصور.